أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وما زالت تغطية الجزيرة مباشر مصر مستمرة لأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 من يناير. نحن هنا كما ذكرنا لحضرتكم في رسائلنا الماضية من الإسكندرية، من قلب محافظة الإسكندرية. كنا في الصباح الباكر بصحبة محافظ الإسكندرية الأستاذ الدكتور أسامة الفولي، ثم نزلنا بعد ذلك إلى داخل اللجان الانتخابية وحولها واستطلعنا آراء المواطنين حول سير العملية الانتخابية. الآن نحن مع الرجل الأول أو على سدة المكانة الأمنية في محافظة الإسكندرية، سيادة اللواء خالد غرابة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية. أهلا بك معنا سيادة اللواء. أهلا بحضرتك، أهلا بسيادة. نعم، أرجو أن تستعمل. أهلا بحضرتك وأهلا بسيادة. سيادة اللواء، الترتيبات الأمنية التي اتخذت من قبل المديرية لتحقيق الأمن أثناء العملية الانتخابية. الحقيقة هو الترتيبات الأمنية دي بدأت من أول يوم الإعلان عن الترشيح، بدءا من تأمين المرشحين وتأمين المؤتمرات ومؤتمرات الدعاية، وصولا إلى يوم الانتخاب أو قبل يوم الانتخاب بيوم. احنا بنحدد المراكز للاقتراع وبنمنها كويس وبنفتشها وبنستلمها أو بنسلمها للقوات بتاعتنا المشاركة في التأمين، وبنحط فيها أو بنضع فيها الأدوات الانتخابية من صندوق وخلافه، صناديق الاقتراع وخلافه. بيجي تاني بعد كده عملية التأمين خلال أثناء فتح اللجان واستقبال الناخبين. بنستمر بنؤمن هذه اللجان حتى انتهاء اليوم الأول، ثم بنبتدي نأمن برضو وجود الصناديق وفيها الأصوات اللي تم الإدلاء بيها إلى اليوم التالي، لحين حضور القاضي وفتح إعادة فتح الصناديق مرة أخرى وغلقها في نفس اليوم أو اليوم التالي اللي هو اللي احنا قلنا عليه. بنؤمن أيضا نقل هذه الصناديق إلى أماكن الاقتراع أو أماكن الفرز الفرعية، ثم إلى أماكن أو مكان الفرز النهائي اللي هو اللجنة العامة في المحكمة. الحقيقة إجراءات التأمين كان في تنسيق بين القوات المسلحة وبين القوات البحرية، عقدنا اجتماع وأكثر من اجتماع للوصول إلى الطريقة المثلى في التأمين، وما بين تأمين اللجنة أو مقرر أو مركز الانتخابي نفسه، ثم حرم هذا المركز ب 200 متر تقريبا أو 300 متر لضمان عدم وجود اي مخالفات انتخابيه او مخالفات يعني في الدعايه. النقطه دي نقطه في غايه الاهميه سياده اللواء للحقيقه، لان من خلال تجولنا حول بعض الاماكن مراكز الاقتراع وجدنا انها بالفعل هذه هي يمكن المره الاولى التي نرى ضبط امني عالي جدا خارج مراكز الاقتراع. ما فيش يمكن دعايه انتخابيه تماما، حتى على الاقل في الاماكن اللي احنا شفناها. واضح ان انتم كنتم مصممين على دوت. هو فعلا هو ده شيء مهم جدا، لان دي انتخابات رئاسه لا يعني لا يليق فيها بقى انه يعني حد ياخد فرصه حد او يبتدي يعمل دعايه لحد. فلابد انه كنا ناخد هذا الامر بجديه وبحزم ونطبق فيه القانون وما نص عليه القانون في هذا الشأن من عقوبات، علشان نضمن نزاهة وحيادية الانتخابات تماما. هل رصدتم سيادة اللواء اي مخالفات ما اثناء الساعات الماضية من عمر عملية الاقتراع في الإسكندرية؟ حقيقي هو يعني حاجات لا تذكر، لكنها لا ترتقي الى يعني مرتبة العقاب او الضبط او يعني المحاسبة، ولكنها مخالفات لا يعني ضئيلة جدا وما ذكرتش يمكن ما. اللهم إلا بقى يعني في اللجان، داخل اللجان من الناخبين واحد بيصور نفسه وبيدلي بالصوت، واحد يعني بعض المخالفات الشخصية بقى من الناخب نفسه، ودي ما تعدش يعني حاجة بتؤثر على. سيادة اللواء دعني أتحدث معك بصراحة أكثر. دائما وأبدا كان البعض يتخوف من تدخل الشرطة والأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية، كما كان يحدث كما يقول البعض كان يحدث قبل ثورة 25 من يناير. أين أنتم من العملية الانتخابية الآن؟
توجيهات السيد الوزير السيد اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخليه، توجيهات صارمه وحاسمه. احنا الوزاره كلها بتقف على مسافه واحده من جميع المرشحين، وليس لنا تدخل في العمليه الانتخابيه، ولكن فقط التامين من الخارج، وليس لنا حتى الدخول الى داخل اللجان. ومن يثبت غير ذلك يعني يحاسب. نعم. في عهدة من ستبيت الصناديق هذه الليلة؟ في عهدة حراسة الشرطة، قوات من الشرطة وقوات من البحرية وقوات من القوات المسلحة، بتضمن تماما، وأيضا طبعا من دعم المراكز الاقتراع اللي هي فيها الصناديق الحداد، بندعمها برضو بقوات من المطافي ومن الحماية المدنية، عشان لا قدر الله لو في أي حاجة أو في أي، وبعدين ده بيبقى فيه خطة مرورات كاملة للمرور على المراكز دي بصفة مستمرة، وتنشيط الحراسات عليها وتنشيط هيسمح الحراسة. لمندوبي المرشحين الرئاسيين يعني بالمبيت بالقرب من صناديق الاقتراع؟ ده اللجنة العليا للرئاسة وشأنها في هذا، إذا قررت، وانا اعتقد انه هو في سمحوا بانه في مندوب من المرشحين لمرشح يبات جنب الصندوق، مش جنب الصندوق، جنب الحجره اللي فيها الصندوق. تمام. ودي مش هتعوق في شيء او هتشينه في شيء يعني. هل تنحاز وزاره الداخليه لمرشح ما؟ انا قلت لحضرتك من دقيقه ان التعليمات والتوجيهات السيد الوزير حاسمه في هذا الامر، ونحن على مسافه واحده جميعا من جميع المرشحين، ولا يعنينا مين اللي هيجي، المهم الصندوق هو اللي يقول ويحكم، واحنا هنرتضي زي الشعب بالظبط بحكم الصندوق. الصندوق جاب اي حد هو يبقى ده التوجه لإرادة الشعب، وهنحترمها كلنا، ولازم كله يقبل الاخر علشان نهدأ بقى وبلدنا تهدأ ونبتدي في العمل ونبتدي في التنمية ونبتدي في إنقاذ الاقتصاد اللي يعني مش عايزين نقول إن هو يعني الحمد لله، إنما نلحق ما أو نلحق ما يعني اللي باقي بقى. اسمح لي أسألك سؤال يمكن يكون أقرب إلى الشخصنة، يعني هل أنت كرجل أمن هتبقى فرقة معك قوي مين اللي هيكسب، من هو الرئيس القادم، تعاملات يعني وزارة الداخلية تكون أقرب مع فلان عنه مع فلان؟ اسمح لي يعني لو جه واحد عن التيار الإسلامي تفرق كتير لو جه واحد عن غير التيار الإسلامي مع وزارة الداخلية ورجال الأمن؟ إطلاقا يا فندم لن يفرق مين أو مين، أي تيار أو أي من التيارات الموجودة على المرشحين هنرحب بيه جدا. احنا بنعمل لخدمة هذا الوطن، الامن فقط، واظن يعني ان احنا كنا حياديين جدا، وثورة 25 يناير انا طبعا بنتهز هذه الفرصة وبحيي شهدائها وبحيي دماء زكية اللي سالت علشان نوصل لهذا الحفل او يعني العرس الديمقراطي الجميل، اللي النهارده لما شفت مرشح او المرشحين بيقفوا في الطابور، وبشوف محافظ الاقليم بتاع اسكندريه واقف في الطابور منتظر دوره، هذا لم يكن يحدث ابدا لولا ثوره 25 يناير وما حققته. اسمح لي، بما ان حضرتك تحدثت عن الثوره، ما الذي تركته ثوره 25 من يناير من اثر على وزارة الداخلية وعلى رجل الأمن؟ عملت حاجات كتيرة أوي الحقيقة. زي إيه؟ رجعت لناس حقوقها كتير، مش عايز أقول أكتر من كده. إيه اللي اتغير في رجل الأمن بعد رجل الأمن 25 من يناير؟ شوف حضرتك، رجل الأمن لازم اللي ما لحقش يغير نفسه بعد 25 يناير ملوش مكان، وما ينفعش يقعد على كرسي فيه مسؤولية. لابد انه احنا نعترف تماما ان ثوره 25 يناير مش غيرت في الشرطه بس، ده غيرت في سلوك الشعب المصري كله ان شاء الله الى الاحسن. رغم ما كان هناك من سلبيات لقله من بعض المنتهزين او الانتهازيين اللي اعتبروا الثوره دي
يعني نوع من الفوضى بقى، وانا اخد حقي واخد واغتصب ارض واغتصب مش عارف ايه واعمل ايه واسرق ايه يعني اخد حاجه مش حقي واخالف، وكل ده ضايع وزايل هيرجع لطبيعته تاني. هي فتره كانت قله، ودي ما نحسبهاش من لان الثوره ثوره شريفه وثوره عظيمه قام بيها شباب مصر كله. اسمح لي سياده الوالي، الناس شعر ان القوة الأمنية وقوة الأمن وقوة وزارة الداخلية لم تعد كما كانت قبل ثورة 25 من يناير، تحدثوا عن انفلات أمني، بل بيتحدثوا عن أبعد من ذلك أن وزارة الداخلية وكأنها تعاقب هذا الشعب على القيام بثورته. لا لا لا، لا هذا هذا غير صحيح مطلقا. الانكسار أو مش يعني هنقول الانكسار اللي حصل يوم 28 يناير وما تهدم من وما حرق وما أتلف من معدات ومباني ومنشآت وحاجات، مش بس توقع وزارة الداخلية، دي توقع يعني احنا مش عايزين نجمل، ده كان يعني كان خسائر كتيرة جدا، خسائر في نفوس البشر اللي بتؤدي هذا العمل، مش بس في الآلات والمعدات والمباني، لا ده يعني انا النهاردة كنت بأعني بأن أنا أعيد بناء نفوس الضباط الصغيرة اللي ما شافتش الكلام ده وما كانش عندها فجأت يعني هي لما فرقعت في وشنا احنا بس احنا تحملتم يعني أنتم مسؤولية يعني أو جريرة كل ما فعله النظام السابق يعني. لما كناس كبار أنا يمكن شفت الكلام ده 77 وشفت 86 في أيام أحداث الأمن المركزي وأيام أحداث 17 و 18 يناير سنة 77، فيمكن الموضوع بالنسبة لنا مكرر ومعتدين عليه، فلمينا نفسنا بسرعة كناس كبار. الدور الباقي على الضابط الصغير النقيب والملازم أول والرائد حتى المقدم لغاية كل الناس دي أصيبت برضو بشرخ، لأنه يعني حست ان الامور كده. اسمح لي يعني متى سيلتئم هذا الشرخ؟ متى ستعود الشرطه يعني بكامل قواتها العشوائيه في الشارع المصري التي نراها الان؟ متى ستنتهي حضرتك؟ احنا حققنا كتير قوي من 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 قوه الامن او يعني كفاءه الامن رجعت بنسبه كبيره قوي قوي، ويمكن السيد الوزير بيشير فيها الى الرجوع، هو مش بالنسب ومش بالاعداد لكن بإحساس المواطن نفسه، إحساس المواطن بالأمن هو ده اللي بيعكس النسبة أو بيعكس مدى قدرتي على يعني لو في الشارع. على مستوى اسكندرية نسبة رجوع الأمن كم في المئة من وجهة نظرك؟ أقول لحضرتك برضو ما هوش بالنسب، لكن أنا بحس في عين المواطن لما ببقى ماشي بيقول لي ربنا يكرمك أو بيحييني، ده إحساس بيخلي الواحد يعني يبذل الكثير علشان خاطر يزود الكلام ده. هي احساس المواطن بالامن هو ده المردود عندي في نجاحي او فشلي. النهارده الامن الحمد لله في اسكندريه كلها مش وزايد يعني، لكن الحمد لله واقف على رجله وبيجيب شغل كويس قوي، وجبنا قضايا يعني منذ ان توليت المسؤولية في 1/8 الماضي يعني حققنا كثير من النجاحات، الناس شعرت بيها، حتى الخطرين او الناس اللي كانوا بينتهزوا هذه الفرص كلهم ابتدوا يتراجعوا وما ضبطنا كتير منهم. هنقدر نحقق المعادلة ان هي قوة الامن وقوة القانون وتنفيذ على الارض وفي نفس الوقت الحفاظ على كرامة المواطن واعلاء قيم حقوق الانسان، هل نستطيع ان نحقق هذه المعادلة يوما ما؟ وزارة الداخلية ومديرية امن الاسكندرية بتتحقق المعادلة دي طبعا، لان انا بتعامل مع المواطن بقدر من الاحترام كبير قوي، وده الدرس اللي درسه النهارده لاولادنا، انه المواطن النهارده هو بؤرة اهتمامي، انا لو احترمته هيحترمني، درست معاه هيتجاوز معايا، هو ده الكلام المفروض يمشي، ودي حقوق المواطن عليا
انا راجل مش جاي بسيف اتسلط على المواطنين عشان خاطر، لا، اللي بيغلط بينال عقابه، انما المواطن الشريف طالما انه بيتعامل مع في حدود المسموح من حريته، فما بيغلطش او ما بيرتكبش اي خطأ يعاقب عليه القانون، فانا ما ليش علاقة به. نعم، هل استكملتم ادواتكم وبنيتكم الاساسية كمديرية امن اسكندرية بحيث ان انتم توجهوا مهامكم الامنية سيادة اللواء؟ بالكامل يا فندم، الحمد لله. وبالعكس ده احنا دايما الوزارة بتدعم مديريات الامن بالذات بالمعدات اللي فقدت قبل كده، وماضيين كمان الحمد لله، يعني كل يوم بنحدث في المعدات والآلات بتاعتنا عشان نقدر نحقق الأمن بصورة لائقة تحترم المواطن في نفس الوقت وتحقق له مطلبه اللي هو الإحساس، أو نعمق الشعور لديه بالأمن. وده الحقيقة رسالتنا الأساسية. الطرق عندنا، ودي اللي كانت بتسبب مشكلة الحقيقة أو إزعاج للمواطنين اللي كان بيمشي بعربيته، كان بيقول لك أنا اتسرقت، أو طلع عليا ثلاثة خدوا رفعوني بسلاح وخدوا مش عارف العربية بالإكراه. كل الكلام ده الحمد لله انحصر، أو يعني يكاد يكون انعدم، لأنه من خلال الأقوال الأمنية اللي تعينت في الطرق السريعة والمناطق اللي هي الساحلية بتحقق أمن الطريق نفسه وأمن المواطن وهو ماشي على الطريق. اسمح لي أسألك سؤال لعله يظهر شخصي الحقيقة، وأنا مش عايز عليه اسم محدد، لكن خالد غراب رجل الأمن، من يفضل الرئيس القادم صفات؟ لا نتحدث عن أشخاص ولا أسماء، لكن من تفضل أن يجلس على منصب أو على كرسي الرئيس القادم لمصر كصفات سيادة اللواء؟ أفضل الرئيس طبعا اللي ينظر للبسطاء، لعامة الشعب، للفقراء، اللي ينهض بيهم ويحس بمشاعرهم ويحس بألمهم ويحقق لهم مطالبهم ويرفع من روح ويرفع من مستواهم المعيشي ويحقق نهضة مصر ويحقق والرجل القوي. طبعا ما هو لازم هيكون قوي، لأنه يعني الرجل الضعيف ملوش مكان بصراحة. يعني إذا جاء الرئيس القادم في يوم من الأيام طلب منكم أن ترضعوا مظاهرة ما بشكل أو بآخر كما كان يحدث قبل 25 من يناير، ماذا ستفعلون؟ هستأذن حضرتك بس في الحتة دي، هو لن يطلب هذه، بالعكس الرئيس القادم أنا أقتنع تماما أنه هيستفيد من تجارب الماضي اللي قالت بنظام سابق إلى هذا. ولو حصل هتعمل إيه؟ لا يمكن. أنا بقول لحضرتك عن نفسي، أنا من يوم الثورة لغاية النهاردة لم أتدخل في مظاهرة ولم أعارض اعتصام، وبالعكس ده أنا بأمنهم طالما أنه سلمي، طالما أن التظاهر سلمي والاعتصام سلمي ووراءه مطالب مشروع، فإحنا لازم نساند هذا الكلام. وأعتقد أن السيد الرئيس اللي هيجي القادم لازم هينظر بنفس النظرة اللي أنا مقتنع بيها النهاردة. بقول لحضرتك مصر تغيرت وكلنا تغيرنا، وإذا المسؤول ما حسش ان هو اتغير في فكره وفي اسلوب تعامله مع مثل هذه الامور ما ينفعش يقعد على الكرسي بتاعه. يعني لعله يكون سؤالي الأخير، التنسيق ما بينكم وبين القوات المسلحة، من يقود الأمر، الشرطة المدنية أم القوات المسلحة في الفترة الانتخابية؟ أنا هقول لحضرتك احنا المعنيين الأصليين بتأمين الانتخابات الشرطة المدنية. دي حقيقة يعني، وهم يعني هم الناس كلها بتعترف بهذا، احنا الشرطة المدنية المعنية أو الأصيلة في التأمين. العوامل المساعدة طبعا احنا بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة بيدعمونا.
يقول له نفسه الإخلال بالعملية الانتخابية أو الجنوح بها إلى خارج مسارها الطبيعي. إذا أراد خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية ومساعد وزير الداخلية أن يوجه كلمة الآن من خلال شاشة الجزيرة مباشر مصر إلى المواطن السكندري، ماذا يقول له؟ استفتي قلبك، اختار من